ملفات بوليسية. القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. نحن الآن في العام 2008 في عمارة تطل على شارع الفداء وسط الدار البيضاء، تسكن منذ 12 عاما السيدة حليمة معمور وابنتها تورية التي ينادونها البكماء حين تغيب أمها. حين سكنت السيدة حليمة تلك العمارة في العام 96 900 و1000، علم الفضوليون من بواب العمارة أن المرأة مطلقة وأنها انتقلت للعمل في الدار البيضاء في إدارة إحدى الشركات المتخصصة في صناعة مواد التنظيف. وقتها علموا أيضا أنها قدمت من مكناس حيث كانت تعمل في فرع تلك الشركة، ثم صارت وجها مألوفا ولم تعد تتناهى إليها تلك التساؤلات حول عدم تمدرس ابنتها الوحيدة. للذين سألوها ذات مرة قالت إن الطفلة التي كانت وقتها في السادسة من العمر تحتاج إلى مدرسة خاصة وإنها تحاول ما استطاعت أن تعلمها. تمضي السيدة حليمة التي تخطت 40 منذ فترة إلى عملها في 7:30 صباحا، ولا تعود إلى البيت إلا مساء في حدود 6:00 أو 6:30. خلال تلك الفترة تبقى تورية وحدها في البيت، لا تحدث صوتا، لا ترد إن قرع أحد جرس الشقة. هو عالم من الصمت. ولما بلغت 10 كانت حليمة ترسلها أحيانا إلى البقال أسفل العمارة ومعها ورقة سطرت فيها الأشياء التي تريدها وما تسدد بها ثمن مشترياتها. كان البقال لحسن يعلم كما سكان العمارة أن الطفلة بكماء، وقد اعتاد مع مرور السنين على استقبال تلك الطفلة وأن يقرأ ما خطته السيدة حليمة. ومنذ أن طلبت منه ذلك صار يسجل مقابل كل منتوج ثمنه، وأن يخط أسفل الورقة المجموع والقدر الذي أعاده للفتاة. يعد لحسن السيدة حليمة في قائمة زبائنه المثاليين، لم تكن قائمة طويلة. المرأة تدفع فورا ونقدا ثمن كل بضاعة تشتريها. إلى ذلك كانت تحرص على ألا يتشعب بها الحديث مع لحسن الثلاثيني ابن تارودانت. تكتمها ذاك كان يحول دون معرفة المزيد عنها وعن ماضيها. خلال تلك السنوات 12 التي أمضتها في تلك العمارة في شارع الفداء لم تستقبل ضيفا ولا زارها أقرباء. كانت تغيب فيعي الذين يهتمون بها من باب الفضول أنها في عطلة. تبدو حياة المرأة والطفلة رتيبة. في كل مرة تعود فيها من عطلتها تلك ترسم الطفلة ابتسامة وتلمع عيناها فرحا وهي ترى لحسن البقال يرحب بها. يعمد الرجل إلى إشارات شتى ليبلغها ترحابه. في تلك السن 12 بدأت تظهر أنوثتها، وبدأت أعين كثيرة تكون عند البقال تتبعها وهي تمضي حاملة ما جاءت من أجله. وذات مرة استوقفت امرأة من سكان العمارة السيدة حليمة، قدمت لحديثها معها بالاعتذار عن التدخل في شأن قد لا يكون يعنيها مباشرة، وأكدت أنها ما تفعل إلا من باب النصيحة. كانت حليمة التي بدت يومها أكثر أناقة من سائر الأيام تترقب ما ستقول المرأة التي يناديها الجميع بالحجة ربيعة. لم تتركها المرأة المتشحة دوما بالبياض تنتظر طويلا. لزمت جانب الجدار في مدخل العمارة، ولما مر رجل وامرأته قالت لها بما يشبه الهمس: كبرت البنت وعليك أن تنتبهي إليها أكثر. لم أفهم، قالت حليمة بنبرة فيها بوادر حدة لاحظتها الحاجة. عيون كثيرة تتبعها حين تمضي إلى البقال، وأنصحك أن تهتمي بها أكثر فقد يغرر بها وتصبحين لا قدر الله في مواجهة مشكلة. قالت الحاجة كلامها ولم تنتظر منها ردا، كررت الاعتذار وودعتها. ولعله أعجب حليمة أن تعدها الحاجة في مقام ابنتها،
رأت المرأة التي يعلو محياها وقار ترتقي الدرجات الأولى من السلم، ولما غابت عنها تحركت، مرت بسيارة مستوقفة أمام باب العمارة، في زجاجها استرقت نظرة إلى هيئتها. كلام الحاجة يعيدها بضع سنين إلى ماض من فكت تحن إليه. مرت أيام وأسابيع، وقد عجبت الحاجة ربيعة إلى أن المرأة لم تبدي أي اهتمام بالبنت. قالت مرة لإحداهن إنها تستغرب تلك اللامبالاة من تلك المرأة، أضافت وكأنها ليست ابنتها. اللباس الذي ترتديه توريا وقد تجاوزت 14 لم يكن يتلائم مع التبدل الذي طرأ على جسمها. وقد لاحظ كثير من سكان العمارة أن مراهقين وشبانا من جهات مختلفة من الحي صاروا يترددون على باب العمارة. حين تظهر تبدأ عملية تحرش مكشوفة وجماعية. لم تكن البنت ترد على ما يقولون، وحين تمعن في تجاهلهم لا يتردد بعضهم في مناداتها بالبكماء. تتجاهلهم فيقول أحدهم إنها لا تسمع، ويضحك آخرون. في باب البقال قال رجل تجاوز المراهقة منذ زمن سحيق إنه يأسف لشبابه الذي ولى. لما لمس استغراب الذي كان بجانبه ابتسم. لم تكن حليمة ترى تلك المضايقات وذلك التحرش الذي تتعرض له توريا في كل مرة ترسلها إلى البقال، ولكن في 25 من مايو من العام 2000 سيحدث ما سيجعلها تنتبه إلى ما تعانيه البنت. كان يوم أحد وقد أرسلتها بورقة إلى البقال لحسن لتأتي بمشروب غازي. كان الوقت عصرا، جوار العمارة يبدو مقفرا. كان لحسن في عمق دكانه الذي يبدو أكثر برودة، ولعله أغفى في تلك اللحظة ولم يستيقظ إلا على صوت القطعة النقدية التي كانت توريا تدق بها على الواجهة. نهض من متكئه وهو يفرك عينيه، تسلم منها الورقة، ناولها المشروب الغازي وبضع دريهمات، سطر العملية بتفاصيلها في تلك الورقة. ابتسمت له توريا وانصرفت بينما عاد هو إلى عمق الدكان. لما كانت تهم بصعود السلم باغتها رجل لم تره من قبل وأمسك بيدها، حاول جرها إلى ركن شبه مظلم في مدخل العمارة. صرخت وهي تحاول التفلت منها، ولكنه كان يمسك بها بقوة. ثم فجأة صاحت: لحسن الحقني. أرسلها الذي كان يمسك بها وهو يقول: البكماء تتكلم، لقد نطقت. كان يبدو وقد فزع. قبل أن ينفذ من باب العمارة وصل لحسن البقال وفي يده هراوة خشبية. حاول الذي كان ممسكا بتوريا أن يتسلل، ولكن لحسن كان أسرع منها، عجل إليه بضربة على الكتف، لم يقدر على كتمانه ألمه، لم يتماسك وهوى على الأرض. أمسك به لحسن، لم يكن قد رآه من قبل. ثم أخيرا ظهر البواب وهو يسأل: ما الذي يحدث؟ سكتت توريا ولعلها وعت لتوها بأنها تكلمت. قال لحسن: إن هذا الوغد حاول الاعتداء على توريا. البكماء؟ تساءل البواب. لقد نطقت، قال الذي حاول الاعتداء عليها. نظرت إلى البواب بتركيز أخافه ثم قالت له: أنا لست بكماء. تجاهل كلماتها وأخرج من جيبه هاتفه المحمول الأسود، ثم سمع يقول: لقد أمسكنا بلص، وإذا لم تحضروا حالا فإن السكان سيقتلونه. ثم أغلق هاتفه. في تلك الأثناء نزلت السيدة حليمة، لعلها انتبهت إلى أن توريا تأخرت في العودة. راعها المشهد، أشارت إليها بأن تصعد إلى الشقة. قال الحارس: لقد نطقت يا سيدتي، لم تعد كما كانت. استغربت حليمة ما يقوله البواب. لم تمهلها توريا وقالت: نعم، لقد علموا اليوم أنني لست بكماء. انتهت التمثيلية. توقفت سيارة الشرطة بباب العمارة. كان لحسن لا يزال ممسكا بيد بذلك الشاب والهراوة في يده الأخرى. نقل ومعه توريا وأمها إلى مركز الشرطة.
لم ينكر ذلك الشاب أنه حاول الإمساك بالفتاة، ولكنه نفى أن يكون سارقا. قال إنه أصيب بالفزع إذ نطقت تلك التي يعرف الجميع في الحي أنها بكماء. حين الاستماع إليها قالت توريا إن المرأة التي تعيش معها السيدة حليمة معمور ليست والدتها، وإنها تتخذها في الحقيقة خادمة، وإن كانت تحاول في المظهر أن تجعلها تبدو كابنتها. أضافت أنها كانت تفرض عليها ألا تنطق كلمة وأن تتظاهر بالبكم في الشارع وألا يكون كلامها في البيت إلا همسا. ما قالته توريا التي لا تعرف شيئا عن عائلتها الحقيقية استلزم الاستماع لحليمة معمور. بعد تردد أفضت بالسر، قالت إنها عثرت على الطفلة تائهة في مكناس في موسم ديني. زعمت أنها حاولت العثور على والديها ولكنها لم توفق. ما لم تستطع الإجابة عنه سبب تعمدها حرمان الفتاة من التمدرس. بالعودة إلى سجلات الإبلاغ عن حالات الاختفاء، اكتشف بلاغ تقدم به رجل يدعى العرب الخودي. قال إن امرأة خطفت من زوجته ابنتهما ذات 3 سنوات وذابت وسط الجموع التي كانت تحضر الموسم. في البلاغ أن الطفلة تسمى توريا. في اعترافاتها أقرت حليمة بأنها تعمدت الاحتفاظ للطفلة باسمها الذي كانت تعرفه، وحتى تجبرها على التظاهر بالبكم وعلى الهمس حين تكون في البيت لم تكن تتردد في ضربها. قالت حليمة وهي تحاول تبرير ما قامت به إن زوجها طلقها بعد أن ثبت أنها عاقر، وإنها أرادت أن تتخذ الطفلة بنتا، وحتى تقطع كل صلة لها بمكناس طلبت نقلها إلى الدار البيضاء.